اهلا بحضراتكم مره تانية. استعدادات بطوله كاس الامم الافريقيه، خلاص اللمسات النهائيه يعني تابعناها مع حضراتكم بالصوره، تابعناها مع حضراتكم من خلال رصد كل التطورات اللي بتحصل. استعدادات في شكل مختلف وجديد، مصر بتستقبل ضيوفها، زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومقابلته مع المنتخب. الحقيقه كل الفعاليات لهذه البطوله كانت مع حضراتكم اولا باول في هنا العاصمه. خلاص اقتربنا من حفل الافتتاح يوم الجمعه ان شاء الله. طبعا في تفاصيل كتير عايزين نعرفها، الايجابيات السلبيات لهذه البطوله. سمعنا عن مشاكل كانت خاصه بالتشكيل وبالجهاز المعاون لمدرب المنتخب اجيري، اشياء كثيره جدا، ولكن الامر حسم ودلوقتي احنا في المحطه اللي بنبدا منها انطلاق البطوله يوم الجمعه ان شاء الله. البطولة بالكامل بتضيف أكيد لرصيد مصر في الكرة وفي مجال الرياضة. برحب بضيوفي وضيوف حضراتكم، أستاذ لطفي السقعان الناقد الرياضي، أهلا بحضرتك يا فندم، وأستاذ محمد الراعي الناقد الرياضي، أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. أهلا بيكم. ويعني هستثمر وجود حضراتكم وهبدأ سريعا بحفل الافتتاح، أخذ رأي حضرتك يا فندم. واحد اتفضل. هو ما زال حفل الافتتاح يمثل غموض عند معظم وسائل الاعلام. أيوة. ما عندهاش وضوح في حفل الافتتاح، ومش عارف ليه بصراحه، رغم ان المفروض ان ده يتقدم بشكل كويس. حتى ممكن نحتفظ باسرارنا بالنقط الصغيره اللي فيها تفاصيل، بس نعلن البعض، بس نعلن نبقى موضحين المساله بشكل كبير جدا. نبقى 3 ايام وما نعرفش البرنامج، بس مش بداوا كده يتكلموا عن المغني؟ بدأوا النهارده يعني ايه، في تسريبات وتسريب الاغنيه، الاغنيه سربت النهارده. فامر طبيعي، لكن امر طبيعي ان انت بتنظم بطوله زي دي لازم الميديا يبقى عندها علم يعني عشان حتى تعرف المواطنين، يعني ما يا بيكتب يا بيقول في الاذاعه يا في التلفزيون، يعني يبقى في نوع من التواصل مع وسائل التواصل كترويج كمان للبطوله وتسويق. ايوه، ده برضو جزء من السنس في التعامل في القصه دي. لكن اعتقد اهتمام الدوله بالافتتاح واخد شق كبير جدا، اهتمام رئيس عبد الفتاح السيسي بتفاصيل دقيقه جدا خلال زيارته لاستاد القاهره وخلال تفقده لاستاد 30 يونيو، امر طبيعي جدا ان واضح اهتمام الدوله. أيوة. ان مصر تقدم بطوله هي الارقى في تاريخ الكيان على مدار بطولاته، بتقدم في رسائل منها للعالم كله ان مصر تستطيع انها تعمل حاجات كتير في وقت قليل جدا. خصوصا انا افتكر احنا كنا مع حضرتك قبل ما نعلن صحيح. ان مصر موجوده. الفتره الزمنيه ما بين الاعلان وما بين التجهيزات الحقيقيه كانت 3 شهور، مش كتير، وده وقت قليل جدا في عرف صحيح احنا عملنا اعاده تاهيل ما بنناش حاجات جديده، لكن في النهايه الجهد اللي اتعمل جهد راقي وعظيم جدا الكل مشكور عليه بصراحة. طيب أستاذ محمد، الاستعداد وظهورها بالشكل الجديد والمختلف، استاد القاهرة مثلا، يعني أنا عايز بس أضيف حاجات كده، بعض الحاجات البسيطة. فضل. على كلام زميلي لطفي، ممكن يكون في بعض الغموض الإعلامي على يعني حفل الافتتاح والحاجات دي، لكن طبعا عشان الظروف اللي فيها اتعملت بسرعة طبعا. فعشان كده، لكن انا عايز اقول الدوله شغاله. النهارده انا كنت في استاد القاهره ورحت وشفت شفت العروض والبروفات كده، دخلت خلصه كده شفت بيعملوا عروض جميله جدا للافتتاح، مجموعه من الشباب والبنات. الاغنيه يمكن سربت جزء منها النهارده لحكيم. طبعا في مغني نيجيري هيغني اغنيه كمان، مشاركه افريقيه ومشاركه كمان من مغني عالمي. يعني عايز اقول الدوله حاطه ايدها، يمكن بتخفي الجزء الاعلامي عشان بعض القيل والقال، لان السوشيال ميديا دلوقتي بدات تعمل لخبطه كتير. فالنهارده لما يقعد يبرزوا بعض السلبيات، لان الوقت ضيق، فالدوله بتشتغل،
فلما تبرز بعض السلبيات هتعمل احباط للناس او تعمل دعايه سلبيه للبطوله. فانا يعني ممكن بنعتب على اللجنه المنظمه ان هم مخبيين شويه حاجات. المعنويات المرتفعه مطلوبه يعني في الايام دي الفاصله. طبعا طبعا دي بطوله تضيف كتير لمصر طبعاً. من ناحيه الاقتصاديه، من ناحيه الترويجيه. مصر كلنا دايما نقول مصر عربيه، لا مصر افريقيه برضو. مصر افريقيه، دوله افريقيه لها مصر علاقات. مصر رئيس الاتحاد الافريقي 2019. لا علاقات. بعض الدول الافريقيه دايما بتزعل من مصر ان هي مركزه على العرب قوي. لا احنا دوله افريقيه عربيه نفتخر باشقائنا العرب، اشقائنا الافارقه. ففي حاجات حلوه جديده بتتعمل شغاله في الافتتاح، الناس هتنبهر بيها. من بعض السلبيات برضو اللي الناس بتتكلم عليها اللي هو الفان اي دي. الناس تقول لك انا ومش عارف اجيب التذكره. عايز اقول ان نظام الكتروني رائع جدا، ممكن يكون صعب علينا في البدايه، لكن عايز اقول ان النظام ده رائع، هيسهل بعد كده دخول الجمهور الدولي. بس هو الفان اي دي مش سلبيات. لا الناس بتقول انا مش عارف تنظيما اكثر. لا يعني بيحجم السوق السوداء. بيحجم السوق السوداء، بيدخل لي المشجع كويس والاسره ان هي تدخل، الاسره كلها انا ولادي يدخلوا مطمن عليهم لان عارف مين اللي داخل. الدوله والناس كلها عارفه مين اللي داخل بالاسم بالتليفون برقم البطاقه بالرقم القومي. حاجات جميله معروفه وعارف مكانك فين. كل الحاجات دي جميله احنا مفتقدينها، العالم كله شغال فيها. رحنا ماتش السوبر الزمالك والاهلي سوبر مصري في الامارات السنه اللي فاتت واللي قبلها، اتفرجي على دخول الجمهور بسلاسه. التذكره بتتعمل على الكمبيوتر. كل الدول العربيه كل الناس شغاله بالنظام ده. فانا عايز اقول الجمهور ما يزعلش من النظام ده. هم ده مش زعلانين. لا البعض بينتقد. عايزين انا مش عارف اقول لحضرتك ليه. هو دايما اي يعني شيء جديد او منظومه جديده بيتم اتباعها بيبقى فيها برضو يعني بعض الجدل واسئله كتير. وعشان كده بقى اللجنه المنظمه ما بتكشفش كل اوراقها، لان انت هتقعد تعمل لي جدل وتظهر جانب سلبي وهو واحنا مش سلبي. محتاجين كل دقيقه دلوقتي. وهو مش سلبي وهو مش جانب سلبي. محتاجين الوقت جدا. بدليل ان النهارده المهندس هاني ابو رضا طلع قال ان احنا عايزين نطبق من نظام الفان اي دي في البطوله في الدوري الجديد وهيتطبق. وده كويس، هيبقى فعلا عوده اجباريه للجماهير بطريقه جميله جدا. فعايز اقول البطوله فيها حاجات حلوه كويسه. ممكن بيخبوا علينا وعلى الاعلام وعلى الجمهور، بس بسبب السوشيال ميديا والاحباطات والسلبيات. لكن هتشوفوا بطوله جميله، بطوله رائعه ان شاء الله تكتمل بالمنتخب انه يكسب البطوله. المنتخب بقى اخد اخر كلمه. استاذ محمد، الفتره التدريبيه والمعسكر كان كافي؟ لا هو المعسكر ما كانش كافي بشكل كبير، لكن ظروف طبعا الدوري وظروف اللي كنا بنمر بيها من مسابقات متلاحمه وطول فتره الدوري، فهي اثرت على ان هم لعبوا ماتشين بس. عشان كده حتى الماتشين الراجل استقر على اللعيبه اللي هو عايز يشوفها جديده بالنسبه له اكتر من تركيزه على المجموعه اللي هو مستقر عليها اوريدي ليها معاه من يوم ما جاء. الناس بتتكلم على ان اجيري غير من مبادئه وبدا ياخد لعيبه كبار السن في المنتخب. وان هو لما جه في الاول نزل بالاعمار السنيه. اجيري لما جه في الاول لم يكن في الحسبان كاس الامم الافريقيه. كان الاتفاق معاه كاس العالم 2022. فبالتالي هو نزل بالاعمار السنيه. ف غير الخطه بقى. الخطه لما اتغيرت. دخلت كاس الامم لأن في المعادله. كاس الامم جت في القاهره. فلازم يفوز بيها. فهنا الامر اختلف. فمن هنا نزل من السن بقى يطلع تاني لمجموعة الخبرات. بس كان في مفاجآت في اختيارات أجيري؟ أنا مش شايف إن في مفاجآت في اختيارات أجيري. أنا شايف إن هو اختار الأفضل فنيا ورقميا، هو اختارهم. لأن هو أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا مش مقتنع إن في مبدأ مجاملة لسين أو صاد. هو الراجل اختار أفضل حاجة ليه. أولا ما فيش بينه وبينهم بين الناس ديت أي مشاكل. هي الفكرة كلها مدرب عايز ينجح، عايز يقدم عرض كويس، عايز يستثمر وجوده في بطولة جديدة بيشارك فيها. فاختياراته أنا شايف إنها رائعة جدا وطبيعية جدا، مفيش فيها أدنى خلاف. الماتشين هو جرب كل ما كانش في خلاف ما بينه وما بين الجهاز المعاون على حارس المرمى اللي هيكون موجود؟ لا مفيش خلاف، لأنه هو أوريدي هقول لحضرتك إلى أن تم الاتفاق يعني. هقول لحضرتك على حاجه، هو النهارده الخلاف في ايه؟ هو هقول محمد شناوي، محمد شناوي لعب كاس عالم، لعب بقيه المباريات مع المنتخب، فهو يعني عنده كم خبرات من الموضوع. طيب هاجي اقول احمد شناوي، احمد شناوي انضم للمنتخب اول مره مع كابتن حسن شحاته في اخر مراحل كابتن حسن شحاته في تدريب المنتخب.
ولم يكمل المسيرة. فهنا برضو إيه يعني بتاخدي برضو جزئيات ان هنا اللاعب نفسه هو اللي اثر في حق نفسه، مش يعني ما كملش مشواره بنفس القوه. جنش والله راجل واخد كونفدراليه وعامل مباراه كويسه جدا ومستوى كويس، لكن في النهايه الراجل هيستقر على المجموعه اللي بدات معاه، امر طبيعي هيكمل بالاخرين. فما فيش فيها مجازفه ان هو، لان الوقت ضيق، ان هو يحط حد جديد لمجرد ان هو بيجرب. لا، مبدا التجربه مفيش خلاص. مراكز لسه حائره بين اسماء، خلاص الموضوع انتهى، خلاص يعني الموضوع انتهى. طب تقييم حضرتك بقى مدام القصه خلصت يعني والمنتخب كده تمام بالاسماء حتى اللي كان عليها جدل، تقييمك يا فندم للتشكيل النهائي؟ هو تم اختيار 23 لعيب، خلاص دول اصبحوا بيمثلوا مصر، كلهم نجوم دوليين، لاعبين مميزين، مفيش عليهم كلام. فكل المطلوب من الجمهور ان انا اساند ال 23 لعيب. مفيش مدرب هيختار لعيب دون المستوى اشاركه في المباراه وهخسر، مفيش مدرب عايز يخسر، كل واحد عايز ينجح. بكره بمناسبه برضو ان احنا بنقول في تعتيم شويه على البطوله، بكره بقى بدايه سيل المعلومات في البطوله. بكره الساعه 11:30 الصبح مؤتمر صحفي لمستر اجيري في استاد القاهره، هو وكابتن احمد المحمدي كابتن فريق مصر. هيكون بقى هيرد على كل الاسئله والاستفسارات وكل الحاجات دي كلها. طيب بكره تاني في اجتماع الساعه 3 الظهر، مؤتمر صحفي تاني للنائب الامين العام للاتحاد الافريقي اللي هو انطوني بوفو. ده هيعمل مؤتمر صحفي الساعة 3 العصر برضو في قاعة المؤتمرات اللي في استاد القاهرة. كل الإعلاميين موجودين لأن في لغط كتير حوالين البطولة، واحد بيقول اتهامات أحمد بحكاية الفساد هتأثر على البطولة في مصر، أنا مالي ومال البطولة. فبكرة الأمين العام هيعمل مؤتمر صحفي الساعة 3 العصر، أجيري هيعمل مؤتمر صحفي بكرة الساعة 11:30، أحمد هيعمل مؤتمر صحفي يوم الخميس الساعة 11 الصبح برضو في المؤتمرات الصحفية، قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة. فكل حاجة بقى اللي عايز يعرف حاجة هيبدأ يعرفها عن منتخب مصر في المؤتمر الصحفي بكرة، عن الاتحاد الافريقي بكرة الساعة 3 العصر، احمد نفسه هيعمل مؤتمر صحفي يوم الخميس الساعة 11 الصبح. كل المعلومات هتتكشف، خلاص دخلنا في الجد. فكل المطلوب من جمهور مصر ان هو يساند منتخب مصر، لان انت الجمهور عايز يفرح، عايز البطولة تمنع. فمطلوب من الجماهير ساند الفرقه، ساند المنتخب، كفانا سلبيات. عاملين يكفي الافتتاح او عفوا القرعه، حفل القرعه الدوله قالت احنا عملنا حفل عالمي، حفل عالمي طبعاً. في سفح الاهرامات العالم كله اتكلم عليه، فاتفرجوا على التنظيم لان الدوله عارفه ان الوقت كان ضيق، فعشان كده حطت ايدها في عمليه التنظيم. فعشان كده هتشوفوا حفل افتتاح رائع، حاجه جميله، بطوله ناقص بس ان انا كل جمهور مصر يروح ويقبل على البطوله ويدعم الفريق. منتخب مصر في المجموعه الاولى، زيمبابوي، الكونغو، اوغندا. فرص منتخب مصر في المجموعه؟ صدرت المجموعه ان شاء الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله يعني هو افضل، هو الكونغو افضل منتخبين في المجموعه. فرص مصر كويسه، اللعيبه اللي بتلعب اساسيه عندها خبرات كافيه لمثل هذه البطولات. كمان الجمهور هيبقى ليه عامل اساسي جدا في برضه تحفيز اللعيبه بشكل كبير. الماتش الودي الاخير، وده اللي كان في يعني كان سبقه زياره الرئيس للمنتخب، وضحت ان رساله الرئيس وصلت للعيبه في بدايه المباراه، لان المباراه الثانيه قدام غينيا كانت مختلفه تماما عن مباراه تنزانيا. من الدقيقه الاولى واضح ان في حماس كبير عند اللعيبه انها تقدم حاجه كويسه، في دوافع كثيره جدا، في حاله من الاصرار على البطوله بشكل كبير جدا واسعاد الجماهير المصريه. المنتخبات المرشحه للتنافس على البطوله، هو هقول منتخب عربي ومنتخب افريقي، يعني الى جانب مصر في السنغال وفي المغرب، هم اقرب منتخبين لهم ثقل في المنافسه على البطوله. قد لا نغفل بقيه المنتخبات، لكن في النهايه المقاومات موجوده في السنغال والمغرب بشكل اكبر الى جانب مصر، منتخب مصر.
ممكن يبقى عندنا الكاميرون او نيجيريا بيدخلوا الصراع، لكن الاقوى فعلا واللي عندهم كفاءات من العنصر البشري كتير جدا في السنغال وفي المغرب. مشاركة 24 من المنتخبات بدل 16 ودي الأول مرة في البطولة، ده مزودها صعوبة؟ لا هو ما زودهاش صعوبة، هو البعض بيقول إن دي ممكن تهبط بالمستوى الفني للبطولة، إن العدد زاد، لكن أنا ضد الكلام ده. أولا ما فيش فرقة ضعيفة وفرقة قوية، الفرق الأفريقية كلها في تقدم رهيب جدا، بدليل إن بدأت عدد الأندية الأفريقية أو عدد الدول الأفريقية تشارك في كأس العالم بدأ خلاص بزيادة أكتر من آسيا. فده معناه ان انت الفرق الافريقيه فرق قويه ما استهنش باي فريق، فهنتفرج على بطوله قويه، هنتفرج على مستويات، ويمكن طبعا المستوى الافضل والاقوى هيكون من الادوار الثانيه اللي هي دور ال 16 دور ال 16 ودور الثمانيه، وده موضوع يعني معترف فيه في كاس في كل بطولات العالم في كل بطولات العالم. يمكن برضو عايز نتكلم على حاجه مهمه في البطوله، على محمد صلاح نجمنا اللي يعني بعض السوشيال ميديا قبل البطوله في الايام اللي فاتت هجمته شويه. لا محمد صلاح نجم كبير، كان واخد اجازه 10 ايام بالموافقه مع المدير الفني لمنتخب مصر. إيه انه راح وخد اجازه وصيد وحاجات دي طبعاً دي كلها حاجات بتعكس الصوره العالميه. عايز اقول ان محمد صلاح وبتزيد من السياحه، ده بتزيد من السياحه والاهتمام العالمي. اكبر حاجه عملها محمد صلاح ان بدا العالم كله يهتم بالمواهب المصريه بالناشئين في مصر. لسه امبارح كان هنا على امل انهم يلاقوا محمد صلاح تاني، هو ده اللي حصل. نونو جوميز نجم البرتغالي المشهور كان موجود هنا في مصر امبارح بيعمل مؤتمر صحفي وتعاقد مع دوري المدارس المصري مع الحكومة المصرية اللي هي وزارة التربية والتعليم، وزارة الرياضة. نادي بنفيكا البرتغالي بيتعاقد مع دوري المدارس علشان ياخد المواهب من مصر يروح يسوقها ويعمل لها معسكرات ويعدها بره. هيجيب ثلاث مدربين عالميين لدوري المدارس هنا في مصر، يعني عايز اقول لك ده كله بسبب محمد صلاح ودور المدارس ده اللي بدا من 16 سنه. طبعا محمد صلاح اللاعب الدولي صانع البهجه، عيد ميلاده كان في هذا الشهر برضو، كل سنه وهو طيب. مره ثانيه احنا احتفلنا بيه على الهواء وكلمنا المدربين اللي كانوا بيدربوه واللي اكتشفوه. عايز اقول برضو ان محمد صلاح اللي كشفوا عن موهبته طالع من دوري المدارس هو وتريزيجيه، من لان الدوري ده شغال من 16 سنه. فعايز اقول مصر فيها مواهب العالم كله طبعاً بدا يبص. فرص حصول محمد صلاح على جائزه الافضل في العالم او الهداف، يعني الافضل مرتبط ان مصر تاخد البطوله. ايوه فيش طب الهداف والهداف لا عنده فرصه انه ياخد هداف البطوله، لان لا مش مرتبطه يعني بوصول مصر للبطوله. لا الهداف مش مرتبط بالظبط، فعنده فرصه في الهداف اكتر. عنده فرصه بس غالبا اللي بيبقى عنده فرصه به هو اللي بيكمل للنهايه، لانه بيلعب ماتشات اكتر، فبيبقى عنده فرص اكتر ان هو يحرز عدد كبير من الاهداف. طيب البطوله ممكن تكون عامل حسم اذا للجوائز اكيد بشكر حضرتك استاذ لطفي السقعان الناقد الرياضي، استاذ محمد الراعي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لحضراتكم. كل التوفيق لمنتخب مصر، كل التوفيق لمحمد صلاح للحصول على هذه الالقاب، وتضيف ايضا الالقاب لرصيده عند جمهور الكره ولجوائز كثيره حصل عليها. ان شاء الله البطوله أيضا تنال التوفيق الكبير في ظهورها بالشكل اللائق لمكانة ومنزلة وحضارة وتاريخ مصر. شكرا جزيلا على كرم المتابعة، وتصبحوا على خير.